وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ قَابَلْتُمْ دَعْوَةَ الرُّسُلِ بِأَيِّ شَيْءٍ قَابَلْتُمْ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَابَلْتُمْ مَا جَاءَتْ بِهِ هِدَايَاتُهُمْ بِمَاذَا أَجَبْتُمْ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّهُ أَيِ الْقُرْآنِ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وسوف تسألون عن أي شيء عما فيه من الهدايات عما فيه من الأمر والنهي وماذا صنعنا وكيف فعلنا